ولا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن يكون له في كل يوم وليلة ورد من هذا القرآن يتمسك به، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. كثير من الناس تلوه وسمعوه وقاموا به في رمضان، ولكنهم يهجرونه بعد رمضان ويقاطعونه وما يدرون أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فلا بد أن يكون العهد بالقرآن جديداً في حياتنا كلها، لا بد أن يكون كل إنسان منا يسعى لأن يختم القرآن على الأقل في كل شهر مرة، إن كان يستطيع قراءته فبها ونعمته، وإن لم يستطع فبسماعه، يسمعه كاملاً على الأقل في كل شهر مرة.